فتى الشاشة الأسمر، ذلك النجم الذي لمع في سماء الفن المصري ووضع لنفسه مكان لا ينافسه فيها أحد، أحمد زكي عبد الرحمن، المولود في 18 من نوفمبر عام 1949 في مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، تخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية، وخلال دراسته بالمعهد قام بالاشتراك في مسرحية هلو شلبي مع الفنان سعيد صالح، ثم مدرسة المشاغبين مع عادل إمام. اتجه بعد ذلك إلى السينما، فقام ببطولة عدد كبير من الأفلام التي تعتبر علامة في تاريخ السينما، أبرزها كان البريء وضد الحكومة وإسكندرية ليه. لكنه تميز بشكل خاص في أدوار السير الذاتية مثل ناصر 56 وأيام السادات وآخرها فيلم حليم، أعمال عديدة قد لا يسع الوقت ذكرها لكنها خالدة في تاريخ الفن المصري. تأتي في 27 من مارس كل عام لتذكرنا بنجم حفر اسمه بماء الذهب في السينما المصرية.